الإعلان في العاصمة نواكشوط عن صدور دورية علمية محكمة مخصصة لدراسات اللغوية صادرة عن مجلس اللسان العربي في موريتانيا، وسط حضور أكاديميين وباحثين في مجال اللغة العربية والثقافة في البلاد. الدورية الأولى في البلاد تسعى وفق القائمين عليها إلى نفض غبار التعتيم عن اللغة العربية وسدانتها، وإبراز الدور الطبيعي لشخصيات خدمت اللغة والأدب والنحو ومختلف علوم اللغة العربية خلال قرون خلت في المنطقتين العربية والإفريقية. نحن اليوم نلتقي في مناسبة بحثية أثيرة، نلتقي هي ما يمكن أن نعتبره عقيقة مولود جديد، أول مولود من نوعه في بلادنا، مولود يحمل جينات السمات الوراثية لكل من حملوا هم هذه اللغة فيما سبق، منذ عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب يوم سمع أول لحن. الدورية العلمية البحثية الجديدة يقول مؤسسها إنها تحاول التأسيس لتقاليد البحث العلمي في البلاد، وتم ترخيص لها من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وتضم الدورية لجنتين، الأولى استشارية والثانية تحريرية، وتضم اللجنتان موريتانيون وأجانب يمثلون دولا عربية ومغاربية وإفريقية مختلفة. هي أول دورية متخصصة في اللغة العربية وعلومها، ما هو منقول منها وما هو مكتوب، وهي أول مجلة تصدر عن هيئة عالمة يتم الترخيص لها في موريتانيا. 0001 0001 من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. المكلف بمهمة بوزارة الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان قال إن الدورية ستشكل إضافة نوعية للمساهمة في نشر الثقافة وتعزيز مكانة اللغة العربية في خضم التحديات التي تواجهها اللغة في عالم اليوم. إن الاحتفاء بهذا المولود الجديد سيشكل لا محالة إضافة نوعية من شأنها أن تساهم في نشر الثقافة في أوساط المجتمع واستعادة دور موريتانيا كمنارة للعلم ومنبع للمعارف في شمال وغرب إفريقيا. ننتهز هذه الفرصة السانحة ليتقدم بالشكر الجزيل لسماحة الشيخ الفاضل الأستاذ خليل النحوي رئيس مجلس اللسان العربي بموريتانيا لحرصه على تعزيز مكانة اللغة العربية وتثبيتها من خلال المجلس رغم التحديات التي تواجهها من طرف اللغات المنافسة. وأعلن المجلس خلال حفل انطلاق دورية أسماء أعضاء الدورية ورؤساء لجانها المختلفة، كما شهد الحفل تكريم شخصيات علمية وأدبية وأكاديمية تثمينا لجهودها في خدمة اللغة العربية في وقت تواجه لغة الضاد تحديات مختلفة.